السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هنبتدي كورس جديد ألا وهو React JS for Beginners. إن شاء الله الكورس دوت هيكون للناس اللي ما عندهاش خلفية أصلا عن React أو إيه هو React. و هنعمل إن شاء الله في الكورس دوت 2 أبلكيشنز هنطبق عليهم كل حاجة هنتعلمها في الكورس دوت. الأبلكيشن الأولاني هيكون حاجة بسيطة تو دو أبلكيشن، الأبلكيشن التاني هيبقى ريستورانت أبلكيشن، موقع لمطعم. بإذن الله في الكورس دوت هنغطي أكبر قدر ممكن من المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجها عشان تقدر تشتغل على ريل بروجكت، على بروجكت حقيقية أو مشاريع حقيقية، مش إنك بس تبقى عندك خلفية عن رياكت وخلاص على كده. طيب تعالوا نبص إيه المحتوى عندنا في الكورس. أول حاجة نعرف إيه هو رياكت، تاني حاجة نعرفها ليه رياكت، بعد كده هنشوف هل احنا فعلا محتاجين نتعلم رياكت ولا لا، وكمان هنبص هنتناقش انت ايه اصلا المفروض تبقى عارفه قبل ما تبتدي الكورس دوت. لان في حاجات لازم تبقى عارفها عشان لما تبقى داخل على الكورس تبقى فاهم ايه اللي بيتقال جوه من غير ما يتعاد شرحه مره تانيه. كمان هنعرف الفرق ما بين السنجل بيج ابلكيشن او الاس بي اي والمالتي بيجز ابلكيشن او الام بي اي، وامتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي. بعد كده هنبتدي بقى نتعرف، نعرف يعني ايه كومبوننت، نعرف ايه هي الرياكت كومبوننت، ازاي نسطب رياكت جي اس. بعد كده نبتدي نعمل بروجكت جديد ونتعرف على الجي اس اكس او الجافا سكريبت سنتاكس الجديده بتاعت رياكت. بعد كده ندخل بقى على انواع الكومبوننتس، كده نعرف يعني ايه كلاس كومبوننت، ايه الريندر ميثود، ونشوف ازاي نبتدي نتعامل مع الستيت، ازاي نعملها مانجمنت ونهندلها. بعد كده نتكلم على الكومبوننت بروبرتس او البروبرتس اللي انت بتبعتها للكومبوننت والتشيلدرن بتاعتها. بعد كده بنخلص الكلام ده كله نشوف الكومبوننت لايف سايكل ماشيه ازاي. نخلص الجزئيه دي بعد كده نبتدي نتطرق للحاجه زي السيمبل تو دو ابلكيشن، وبعدين نشوف بقى اصلا احنا شغالين نعرف يعني ايه كونديشنال ريندرنج، ازاي نعمل ريندر للاريز او الليستس والاوبجكتس. الكلام ده كله ان شاء الله نبتدي نتعرف عليه بالتفصيل. ندخل على جزئيه تانيه وهي من الحاجات الموجوده في الفيرجنات الجديده في رياكت، واللي هي يعني اكستريملي باورفول الفانكشن كومبوننت، ازاي بعد كده برضو نشتغل او نصغر الكومبوننت بتاعتنا او نقسم الكومبوننت لمجموعه من الكومبوننتس الصغيره. بعد كده ازاي نشوف نستخدم حاجات جاهزه تساعدنا في الشغل بتاعنا، او ان احنا نعمل حاجات تساعدنا هيلبرز او يوتيليتيز تسهل علينا الشغل بتاعنا. كل ده ان شاء الله هنبتدي نكفره عندنا في البروجكت بتاعنا. خش بعد كده نشوف ايه الرياكت هوكس وايه الراوتنج سيستم عندنا بقى ماشي ازاي. بعد كده نعرف ايه البروبرتي تايبس، ايه الديفولت بروبس والفاليديشن بتاعت البروبرتيز. بعد كده نخش على الكنترولد والان كنترولد كومبوننتس. الحاجات دي كلها ان شاء الله نبتدي نهندلها بشكل كبير او هنغطيها عندنا. بعد كده هنخش برضو على الفورمز، ازاي نتعامل مع الفورمز، ازاي نظبط الفورم عندنا نعملها فاليديشن، الهاير اوردر كومبوننتس او اتش او سي ازاي برضو هنتعامل معاها. نتكلم برضو ايه هو الكنترولد والان كنترولد كومبوننتس وايه الفرق ما بينهم، ويعني ايه المقصود بديت وايه المقصود بدي. كان ندخل على الستايلد كومبوننتس، حاجه برضو بسيطه تسهل علينا الشغل بتاعنا بشكل كبير جدا. وبعد كده ندخل على هنتكلم كمان عن الفورم فاليديشن، ازاي نعمل فاليديشن للانبوتس اللي عندي جوه الفورم من غير ما احتاج ان انا ابعت الداتا ديت للاي بي اي معين او للباك اند او للسيرفر عشان يعمل لي الفاليديشن بتاعنا. نعرف برضو الكونسبت الريوزبل كومبوننتس، ونشوف ازاي نتعامل مع الاجاكس او الفيتشنج داتا من الاي بي اي، ازاي نتعامل بقى مع سيرفر نبعت له الداتا ناخد منه الداتا. واخر حاجه ان شاء الله نغطيها هي ان احنا ندبلوي الابلكيشن بتاعنا او ندخله في مرحله البرودكشن. انا دلوقتي كنت خلصت البروجكت وخلصت وبقى جاهز دلوقتي ان انا استخدمه، شوف ايه بقى الخطوات اللي احنا نعملها عشان نطلعه لمرحله البرودكشن. تفاصيل الكورس نفسه يعني هتلاقوها ان شاء الله في على منتور. السكشنز اللي موجوده عندنا يعني دي حاليا السكشنز او الدروس اللي احنا نمشي عليها باذن الله، دي اسامي الدروس دي كلها. هنشوف ازاي نتعامل مع الابلكيشن نفسه، ازاي نعمل ابلكيشن جديد والكلام احنا قلناه من شويه. وهتلاقي الدنيا ان شاء الله بسيطه متقسمه بشكل كويس، وهتلاقي الدنيا عندك واحده واحده انت بقى بتعرف تشتغل رياكت وفاهم انت اللي انت بتكتبه ده مش كاتبه وخلاص او مش حافظه وخلاص. فتقدروا برضو تبصوا على الكونتنت بتاع الكورس على منتور عشان اليوتيوب، لو الناس بصت عليه على اليوتيوب يعني لما الكورس يبتدي يكبر مش هتعرف تتابع ترتيب الدروس فيه ماشي ازاي. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الكورس. يا ريت الناس تقرا البري ريكويزيتس او الحاجات اللي انت المفروض تبقى عارفها قبل ما تبتدي الكورس دوت عشان ما تبقاش قاعد تايه في الكورس او مش فاهم ايه اللي بيتقال في الكورس.